بتقول رأيت أمي تقبلني بين عيني. قلت لها صدقت الرؤيا تسمعون معروفا لأمكم فكيف الأمر في الميراث؟ قالوا أيوة الميراث أمنا. قالت لأختها أبيع لك الأرض حقتي بخمسة، بكم سعرها؟ قولوا لي. قالوا 35,000 ريال. وقالوا هي يا شيخ تسوى 100,000 ريال. ضحكوا عليها المرأة ما عندها، غرروا بها. قال فأخذت 5,000 وكانت أمي في مرض الموت، وكل مرة تيجي خالتي تقول الأرض الأرض، يعني ما همها فقتها ليش. قال فأمنا ماتت. قلت لهم نعم، فعليكم أن تبرئوا ذمة ايش؟ ذمة أمكم الآن. ليس لكم أن ترجعوا في البيع، لابد أن تنجزوا البيع الذي قالته أمكم، لكن بخيار. الخيار الأول إما أنكم أنتم تدوها لخالتكم لوجه الله تصبح صدقة جار. قالوا لا رفضوا. قلت لهم خلاص الرأي الثاني أنكم تبيعوا زي ما أمكم باعت. قالوا والله يا قهر يا شيخ لأنهم ضحكوا على أمنا. قلت لهم إذن بقي الرأي الثالث أن تقوموها بسعر وقتها في ذلك إيش من كام سنة اللي تم فيها البيع، ويسدد لكم الباقي وتشيلوا كل هذا، تسووا مشروع ليش لأمكم. هذا التقبيل بين إيش العينين، وهذا اللي بنقول يا أخواني. يقول يا أخواني لا تبرم أمر من أمورك دون أن تستشير أهلك أو أن تعلمهم. تبيع وتشتري وكذا وأنت في مرض مخوف. ولذلك قال اليوم الحجاوي في زاد المستقنع قال ولا يبرم من طلق في أمر في مرض مخوف. يعني لو واحد مرض مخوف يعني مرض موت يعني، وراح طلق مراته عشان يحرمها من إيش الطلاق، ولا ينجس لا يقع ما يقع ولا يقع طلاق من طلق في مرض مخوف أو باع في مرض مخوف أو وهب في مرض مخوف، ما يقع في كل هذه الأشياء، لأن هذه فيها تحايل لكي يحرم أناس.